للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي عبد الرحمن عمار مراسل قناة أي 24 نيوز في أوروبا من برلين. تحياتي لك عبد الرحمن. يعني عبد الرحمن ضعني في أبرز ردود الفعل الأوروبية والغربية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش المثيرة للجدل تجاه الشعب الفلسطيني. نعم وسام، هي بدأت منذ يوم أمس وتصريحات مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي قال بأنها تصريحات غير مسؤولة ويجب الكف عن مثل هذه التصريحات، وهي أيضا نفس القناعة التي تشاطرها الحكومة الفرنسية على لسان متحدث لها، وأيضا ممثل الاتحاد الأوروبي في المنطقة أدلى بتصريحات مشابهة أدانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، والسبب في ذلك أوروبيا هي أنها محاولات لتقويض حل الدولتين وأيضا إحياء عملية السلام بين الجانبين، وهي في عمقها هي دعوة إلى المزيد من العنف والمزيد من تصعيد التوتر في المنطقة. وأيضا أمريكيا تداعياتها لم تقتصر فقط على أوروبا، بل أن أطرافا قالت بأن الإدارة الأمريكية لا تريد الآن استقبال نتنياهو، وتأتي هذه التصريحات كذلك قبيل زيارة مخططة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى بريطانيا، وهي بكل تأكيد ليست إشارات إيجابية للغرب والحلفاء لإسرائيل في هنا. لكن هل من شأن هذه التصريحات بالذات أن تؤثر على العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، خاصة شاهدنا النقد المثير للجدل أيضا لألمانيا عن كل ما يخص خطة الإضعاف القضائي لإسرائيل، وهذا موجهته في رسالة يعني أيضا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والآن تأتي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي تثير الجدل من جديد؟ ليس هناك هامش كبير لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى فيما يخص المستوطنات، مثلا ودانة دائمة ومتواصلة للمستوطنات، والخبر الذي جاء اليوم بربما العودة من جديد إلى اتباع سياسة الاستيطان، أوروبا تدين دائما كل ذلك، لكن هامش الضغط على الحكومة الإسرائيلية ضئيل جدا، والمحاولة دائما هي إقناع الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بما يتم التوافق والاتفاق حوله مع الغرب مع الأمم المتحدة. شهدنا في مراحل توتر العلاقات بين إسرائيل ودول أوروبية كألمانيا مثلا، وهذه السيناريوهات يمكن أن تتكرر وتؤثر سلبا على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين إذا استمرت الحكومة في تصعيد لهجتها. نعم، مراسل قناة اي 24 نيوز في أوروبا عبد الرحمن عمار كنت معي ببث حي مباشر من برلين، شكرا لك على كل هذه المعلومات وسنكون معك في نشرات أخرى.